مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى. أنا عبد الرحمن الشلال، عمري 28 سنة. هاي أول حلقة لي في قناة اليوتيوب، أتمنى تدعموا لها، سووا لها لايك سبسكرايب، وأيضا تابعوني على الإنستغرام. مثل ما تعرفون أنه أنزل فيديوهات تعليمية وأيضا سفرات داخل وخارج أوروبا. اليوم راح أحكي لكم شوية عن اختلاف الثقافات ما بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية. بس قبل لا ندخل شوية أحب أعرفكم عن نفسي. عمري 28 سنة، خريج علوم حاسبات من كلية الرافدين في بغداد شارع فلسطين 2013، وأتحدث اللغة الإنجليزية والألمانية، تعلمتها من خلال إقامتي في النمسا لمدة هذه 5 سنوات. وإن شلون قدرت أتعايش وياهم بالرغم أنه أنا وحدي هنا، شلون أتعامل، شلون أتكيف، الغربة صعبة، أنه لازم أكون كل واجباتي أقيمها بنفسي. فيلا شوية خلني ندخل في صلب هذا الموضوع. ما هو اختلاف الثقافة العربية الآسيوية عن الثقافة الغربية الأوروبية؟ بصورة عامة من ناحية الرأي، تختلف الثقافة الأوروبية الغربية عن الثقافة الآسيوية الشرقية من ناحية أنه إذا راد يعطيك رأيه فهيعطيك إياها دغري بالوجه المباشر، ما يحب يلف ويدور مثل ما هي موجودة عندنا بالثقافات الشرقية. فهاي نقطة إيجابية تحسب للثقافة الغربية، أنه من ناحية الرأي يحب يقولها رأساً بوجهك، ما يحب أنه يقولها بظهرك. أما الثقافة الآسيوية أو الشرقية الآسيوية ما يحب يقول الرأي مالته، فيحب يلف ويدور عليك، وبالتالي أنت تسمعها من صديقه اللي هو حاكي له الرأي مالته، فهاي تعتبر نقطة سلبية. طريقة الحياة بالنسبة للمجتمع الشرقي فهو مجتمع اجتماعي آسيوي، أما بالنسبة للثقافة الغربية فهم مجتمع منعزل ومنفصل واحد عن الآخر، فلذلك تشوفهم ما متواصلين مع بعضهم. أما بالنسبة لنا فإحنا مجتمع اجتماعي، نحب نختلط، نحب نسأل على بعضنا، فهاي النقطة تحسب لنا. من ناحية المواعيد، تمتاز الثقافات الغربية بشكل درجة رقم واحد من ناحية المواعيد، ملتزمين. لو فرضا نتكلم عن العمل، إذ كان موعد عملهم في الساعة 8 راح تلقاه جدا دقيق، 7:58 بالضبط هو بالشركة، أو 8 بالضبط هو بالشركة. أما إحنا يا أما يجي ساعة قبل دوامه أو يجي ساعتين بعد دوامه ويقول فاتت علي النومة، فإحنا بالمواعيد ما نلتزم. وأبسط مثال عليه إنه صديقك إذا يخابرك يقول لك يابا بالستة تحضر لي أنا جايك، يجيك 6:30، يابا وين كنت؟ ها مزدحامات وكذا. أما هنا صح إنه أكو ازدحامات وطرق وكذا، فهو يحسب ويخطط إنه لازم يكون بالستة ضبط يكون يمه. اتصور عزيزي إنه أنا في يوم من الأيام سلمت على شخص وهو كان عنده موعد، تصدق والثق بالله قطع السلام وقال لي وعليكم السلام أهلا، يعني باللغة الألمانية، وداروجه وقال لي أنا لازم هسرحني عندي موعد، أعتذر منك بعدين نكمل كلامنا وياك. ما خلاني أحكي كلمة واحدة، مع العلم أنه أنا كنت يعني حاب أنه أشوف هذا الشخص. فيعني هو عدة المواعيد مالته جدا 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 مهمة وحساس بيها. أما إحنا المجتمع الشرقي فللأسف ما نلتزم بالمواعيد، نحاول نخلق أعذار، فلذلك هم يمتازون وهم متفوقين علينا بهذا النمط. إظهار المشاعر تجاه الآخرين، عندنا بصورة عامة يعني خلي نحكيها بالعامية، المجتمع الشرقي العربي يعني مثلا يجيك شخص فات من يمك سلم عليك تجاوبه وعليكم السلام أهلا، بس بقلبك تقول هذا جابه هسه معود خرب للمود مالي، ما أعرف شنو ساندا أطلع وقته هسه. أما بالنسبة للشخص الغربي شو يختلف ثقافته؟ لا، إذا خلص ما له مزاج يقابلك ويسلم عليك راح يقول لك ترى اليوم خلقي تعبان يعني واعتذر منك، في مال لا ويدير وجهه ويروح، أما ما يصطنع لك هذا الوجه الحلو الابتسامة اللي هي. فإحنا لازم نكون باللي المشاعر اللي تحدثها، صحية مجرحة، صحية صعبة إحنا نشوفها، ولكن أفضل من النافق يعني ما بيننا وما بين أنفسنا. يعني خلص أنا صديقي ما أحب إنه أحكي وياه وأسلم عليه، خلص أقول له أنا زعلان منك كذا كذا كذا، مو شرط إنه أهلا وشونك وبقلبي مثلا أحكي عليه، هذا الشيء مو حلو. فنحاول شوي نغير من هذه السلوكيات. طبعا لهنا طبعا حاولت إنه أضغط لكم الحلقة بـ5 دقائق، نكمل طبعا بالجزء الثاني
لهنا تنتهي هاي الحلقة لهذا اليوم. أتمنى من عندك اللايك السبسكرايب تسوي وأيضا تشير محتوى القناة إلى جميع أصدقائك. أكون شاكر فضلك. وطبعا هاي القناة إذا وصلت متابعيها كثير راح أخلي مشرفين من خلال المتابعين الموجودين على هاي القناة وأرباحها أقسمها عليكم، لأنه أنتوا أصدقائي، أنتوا حبايبي، أنتوا أخوتي. فأشكر من عندكم أني، وأتمنى لكم اليوم جميل وأمسية سعيدة، وتحياتي لكم وللعائلة الكريمة. فمع السلامة.